السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الثامنه من لعبه ذا سنكن سيتي. ولتكم نبدا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، الله يعطيكم العافيه. شكرا شكرا لكم من كل قلب على دعمكم بالحلقه الماضيه. اتمنى انكم توصلون دعمكم رجال، وخلونا نكمل اللعبه دي بسم الله. طيب الحين عندنا، خلونا بس اوريكم ايش عندنا الحين. اخر مره كنا على اساس نبغى نقابل اللي هم اللي هربوا الناس من المدينه ذي، وكان هنا صراحه مكتوب انه راح يسالوك ماذا يفعل المرء بالكلب اللي جاب الكلب مسعور، لذا يجب قتله. والله اظن اني قلت شيء زي كذا، انا قلت ترك له، ما ادري صراحه يعني، من متذكر قلت شيء يعني قريب من كذا، ممكن كانت اجابه خطا وهجموا علي وقتلوني. بعد رجعت قتلتهم، ودحين باين انهم غيروا مكانهم، مكتوب انهم غيروا مكانهم بين شارع شارع سيفن اظن، وشارع سكيبر شيء زي كذا. فالشارع ذا، انا اوريكم فين الشارع ذا، هذا هو، هذا يا شباب شارع سكيبر شيء زي كذا اسمه صراحة، يعني عشان الحروب مشبكة ببعض عشان كذا تصعب علي قرايتها. والشارع الثاني هذا هو شارع كيبر، شايفين هو ذا الشارع وذا الشارع اللي بعده، فهو يقول لي بينه، فهم اكيد انهم هنا راح الاقيهم، يا راح الاقيهم هنا، فواحد من المكانين هذه اكيد. فاذا احنا خلونا نروح ندور ان شاء الله الا راح الاقيهم. انا بس شوف مش صح هنا. طب خلونا نطلب الخريطة. هو يقول لي في شارع كالمشور، خلينا نشوف الشارع ذا فينه، اعتقد انه حول، ايوه هو ذا، هذا شارع كالمشور. اعتقد انه لازم اجي ادور هنا، خلينا نشيل هذه بس بسرعة، خلونا ندور هنا يا رجال. ايوه اكيد راح نلاقيه هنا ان شاء الله، ما ادري الصراحة راح الاقيهم مسلحين زي اول يهجموا علي. احسن الحلقة الماضية لما هجموا علي ثلاثة، بالبداية لما قتلوني كانوا ثلاثة، لما رجعت لهم كانوا اثنين. شايفين كيف الرئيس حقهم اللي كنت يعني تقريبا قاعد اكلمه، لما رجعت من جديد ما لقيته، ما ادري دحين ممكن راح الاقيه هنا. خلوني بس اجهز نفسي، خلوني اعشق سلاحنا مره قوي، كم رصاصه؟ طب سته ان شاء الله تكفي. هو ذا؟ لا لا مو ذا، المفروض اني الاقيه هنا ولا مو؟ المفروض صراحه اني الاقيه هنا. خلوني امشي كذا اشوف، ممكن ذا؟ لا والله مو ذا، مرة ما في أي شيء. أنا متأكد إني قريب من المكان المطلوب. هنا؟ أعتقد ممكن الطريق من هنا. كيف أعدي من هنا؟ متى أعدي؟ والله ما أظن مداني. أشوف يمكن في شيء. والله في صوت وحوش. أوه هنا في زي باب سحري. كله هذا جيني على طول ذا، بسرعة دولي دولي. طب اشرد يا حبيبي، اشرد اشرد اشرد، انا باقي لي ضربة واموت، عندي اسعافات والله ما اظن عندي. عشك عشك اللي بعده اللي بعده اللي بعده، عشك عشك عشك. طب قتلت اعتقد باقي واحد بس، الله ياخذ ابوك يا شيخ، والله ذا مطيق وذا اللي راوغ، يخرب بيته باقي واحد، خلنا نقتله. طب قتلته قتلته، خلاص كذا كان اخر واحد. ناس اسعافات والله ضروري، ناخذ الاشياء ذي. والله ما ادري الطريق الحين بالضبط على فين، اظن على فوق، اجرب اطلع على فوق. ايش المكان الغريب ذا؟ طب هذا يودينا على تحت، لا انا ما ابغى اروح لتحت. طه هنا على فوق كيف اوصل؟ ايوه هنا كمان في باب سحري، اعتقد من هنا ممكن، لازم انزل على تحت اجي هنا.
والله هذه غرفة باين بسخت فيها الأشياء دي. نطلع لفوق. انزل على هنا. هذا على فين ينزلني؟ خلونا ننزل. شوف الجهة دي ما جيتها. والله هنا باين بس أشياء كذا. طيب طب لسه صراحة بلا ما كان نبغاه مو هنا. اعتقد انه بس هذا ممكن نستكشف فيه. هو لسه الشارع طويل، شايفين هذا كل الشارع. وانا بس اشيل الاشياء دي الكثيرة اللي محددها انا. ان شاء الله لا اخبط. خلونا دحين نروح سيتا. اعتقد انه بالجهة ذي. هذا هو الشارع كله المطلوب. فخلونا دحين نروح سيتا. شوف هنا خربت امك. تضحك علي ليه طه؟ اعتقد هذا هو مخبى المهربين. لا يخرب بيتك انا ميت ميت. لا بالله يقول لي معشق. خلوني اخرج خلوني اخرج. دول الله ياخذهم مغرم مسلحين. بالله يقول لي ما دك تسوي اللي هي اسعافات. حلو الحمد لله. طيب طب خليني اعالج نفسي. احط الاثنين كمان. الاولى طيب الثانية. رصاص اعتقد رصاص كمان ما ادري اسوي. يا لطيف والله ما معي كثير. ثلاث طلقات من ذا. اوه ذا باين المكان مطلوب. This stain's almost gone. I can't imagine it ended well for whoever lost all this blood. طبعا هذول هما بس. خد كل شيء هنا. خد كل شيء. طب المهارة دي باين لازم نسويها هنا. هذا ده ايش فيه؟ هذول خلونا نشوف كذا الحكم على فين. ايوه وعلى هنا. حلو. مدري على فين؟ على تحت الحين. بس بالبداية خلوني استكشف المكان. خلاص اخذت كل شيء واخذت كل شيء. ناخذ الصندوق ده. Yeah, top marks for quantity, but so much for quality. Even my gear's in better shape. هذا شيء مسالم. ايوه ان شاء الله شيء مسالم. خلونا بس نطلع ما بضيع فيه رصاص. احسن رصاص اللي معي ما هو كثير. خلنا نطلع نشوف الغرفة دي ايش فيها. I don't know about you, but I'm not keen on dying right now, kid. Maybe we can talk it out. Who are you, and what the drop do you want? اخرس واستمع لي. انا محقق خاص. خلونا نقول له اخرس واستمع لي. Shut up. I'm the one asking the questions here, so you listen to me, or my pistol will do the talking. Your choice. Cool it, kid. We both know that if you were gonna kill me, you'd have already done it. So, what do you want from me? I want to smuggle a man out of the city. Yeah, a lot of people want to leave Oakmont, kid. Few ever succeed. It won't be easy. And, like everything in life that's worthwhile, it won't be cheap. You're in no position to negotiate. Wrong, kid. We both know I'm the only one who can get people out of this morgue. You kill me and you get nothing. The fact that you're here means you're smart enough to be useful. Let's make a deal. You do one job for me and I'll take care of your request. يا الله كلهم لازم تسوي لهم خدمة لازم بالبداية، أو إذا تبغى خدمة منهم لازم بالبداية تسوي لهم خدمة. ماذا لو لم يعجبني العمل؟ موافق؟ ما الذي تريده؟ والله صراحة ما أدري. خلونا نقول له ماذا لو لم يعجبني العمل. I'm fine with doing a job for you, but is this gonna be on the up and up? I've got a reputation to think about. If you don't help me, I won't be able to help you, and no one's getting out of Oakmont. Seems that we need each other, kid. خلاص خلونا نقول له موافق. Guess I have no choice. So, what do I need to do? First things first. My name's Brutus Carpenter. Rightful head of the Carpenter family.
Second thing, someone tried to kill me a week ago. Oh, you're not asking me to track them down and kill them, are you? No, kid. I've got hatchet men if I need them. And I don't want to kill them anyway. I just want to know who was gunning for me and why. Yeah, I know how it sounds. But after I almost died, I realized that being a hard case isn't the only option. I want to try to do things differently. طبعا عندنا انت لا تريد ان تقتل من حاول قتلك. قل لي كيف حدث ذلك. خلينا نقول له قل لي كيف حدث ذلك. All right. Color me interested. How did this all happen? I woke up in the crematorium inside a rolled up carpet. I had this tag on my toe like some cadaver. And I was covered in this weird rancid slime. I managed to get myself out of there. But what I saw once I got home made me think I had a screw loose. And? What did you see? Me, kid. Some palooka wearing my face and walking out my front door like all was well with the world. So I decided to get out and hole up here. Gathered a small company and pulled myself together. في عندنا ماذا تتذكر قبل الاستيقاظ؟ هل حاولت القيام بشيء؟ أي مشتبه بهم؟ خلنا نقول خير. What was your last memory before the crematorium? I can remember clearly a dinner I had a week before the incident. After that, only bits and pieces. I remember writing something in my diary. I don't recall what, except it was important. Those notes could tell us how it all started. And I suppose that diary's still in your manor. Exactly, kid. In a strongbox in my room. You have my permission to crack it if it's necessary. I'll write you the address. طيب هو دانا زي العنوان لازم نروح اعتقد بيته في زي المذكرات لازم نروح نشوف ايش مكتوب فيها شيء زي كذا على ما اعتقد. ومكتوب هل حاولت القيام بشيء؟ خلنا نشوف هل حاولت القيام بشيء. You must have tried to do something about this imposter already. Of course I did, kid. I wouldn't be asking for your help if this was just a walk in the park. My people said they killed that other me. It didn't change a thing. I guess they got the wrong guy. Any thoughts on who'd want to do this to you? It must be someone close to me, so I can't trust anyone. I haven't even contacted my son Graham. Normally I'd get him to solve this. I'm vulnerable now. I can't risk exposing myself. Another good reason to bring in an independent contractor. So where would I find the city's crematorium? Of course you don't know. You're a newcomer after all. Here's the address. I got it. خلاص خلونا نقول له وداعا. Goodbye. عندنا كل شيء نبغاه. تم إيجاد دليل رئيسي. طيب خلاص خلونا الحين نطلع من هنا. مع انه صراحة البيت ذا يعني ما كملته 100%. شايفين مولون اخضر. اعتقد بقي لي بس كم دليل. اظن لازم انزل على تحت. انا مستأكد الدور ذا ما فوت فيه شيء. لا ان شاء الله خلاص ما فوت فيه شيء. خلونا ننزل على تحت قبل ما نكمل بالقضية حق ذا. انزل على تحت كذا. انا كنت قاعد اتبع اول زي زي الغراب. يقول لي انزل على تحت. Yeah, top marks for quantity, but so much for quality. Even my gear's in better shape. اظن كان يقول لي انزل على تحت الغراب. ما ادري دحين ليش ما يبان. خلنا ننزل على تحت اشوف. ايش عندنا هنا؟ خلنا نشوف كذا. We gotta dump this garbage. Papa Brute will be here any minute. طب دليل ذا وشفناه. شفنا ايش فيه. في اشياء بس ناخذها. هنا طيب كمان اشياء بس ناخذها. والله اظن باقي دليل واحد بس. نفتش كذا. هنا
والله ما اظن هنا، هذه كلها فتشتها اعتقد فوق. فوق ممكن فوت شيء. والله شكله في باب سحري قريب. نرجع لهنا نشوف. والله مره ما في شيء. هذا الصندوق، يا الصندوق ده ما جيته. خلنا نطلع لفوق. اعتقد الدور ده، هذا الدور ما خلصته 100% اظن. طبعا نزلنا على تحت، بس في دليل هنا تصدقون. Blood dry not too long ago. طلع على فوق الحين، ما تقدر على فوق اكيد ما داك. ندور بالجهه هذه، هذه الغرفه اللي كان فيها الرجال هذاك. أدري ممكن في شيء بغرفته ما شفته. I'd have broken all your bones, fella. Papa Brute had put you off limits. How are you doing, handsome? يلا خلاص خلاص وداعا. Goodbye. أو ممكن لازم أسأل الأسئلة كلها عشان ممكن يعني أخلي المكان ذا خلاص 100% صح. والله صراحة ما أدري. هنا جيت أنا. يظن جيت خلاص ما في شيء. What's your business? زي ما توقعت. لازم أسأل كل الأسئلة. خلاص كده جبنا كل الأدلة 100%. خلاص إحنا نطلع من هنا. خلنا نشوف إيش طالع لنا بالخريطة. القصر العاقل. خلنا نشوف الدليلين هذه. ما توجد أدلة. خلنا نشوف كده. طيب طب خلنا نشوف إيش طالع لي هنا. باللي هو الكتيب. طيب عندنا يا شباب هنا القصر حق الرجال ده اللي كنا نكلمه. والقصر ده لازم نروح، وفي شيء بالقصر ده اعتقد زي المذكرة زي الورقة. لازم فيها معلومات مهمة لازم نشوفها. فالحين لازم نروح للي هو القصر حقه. والقصر حقه في منطقة اسمها اولد جروف، على طريق جولدن بريدج، بين جاد وبين شارع. الحين يجي اصعب جزء باللعبة اللي اقعد ادور المكان هذا فينه. فادوني يا شباب كم دقيقة، خلوني ادور المكان هذا فينه. هو حول هنا، فخلوني ادوره. طيب اخيرا يا شباب طلعته، هذا هو المكان. هذه اللي هي الجادة، جادة سانشيز مدري ايش هي. وهذا شارع، الشارع الثاني المهم، هذا هو اسمه كذا يبدأ بحرف الهاء. وهذا هو الطريق جولدن بريدج. هذا هو على اساس انه هذا هو الطريق، شايفينه هو ذا. فهو بيته هنا بالطريق ذا. فين بالطريق ذا صراحة ما ادري، ممكن واحد من البيوت هذه. فخلوني احدد كذا على الطريق. الحمد لله في عنده اللي هو في عنده فاست ترافل. خلوني احط هذا هنا. ففي عنده فاست ترافل هنا، فكل علينا نمشي بالطريق ذا وان شاء الله قصره الا راح نطلعه. خلوني بس اطلع من هنا. طيب جيت المكان المطلوب. خلوني بس اروح للشارع. فين هو الحين؟ خذ يمين. خلنا نشوف بس ماشي صح. ايوه الحين سيد، ناخذ يمين. المفروض الحين انه الشارع ذا الطويل اللي راح نمشي فيه راح نلاقي اللي هو القصر حق الرجال ذاك اللي كلمناه. شايفين قصر؟ هذا القصر اكيد بيته هنا. اكيد انه هذا بيته. ايوه الحمد لله طلعناه. Hey you. No loitering. Only workers are permitted on the premises. الله يستر يكون حتى ذا يبغى له شغل نسويها له. في عندنا ماذا حصل هنا؟ احتاج بعض الامدادات. عمل وداعا. خلينا نقول له عمل. I'm looking for work. I heard you might have a job. Sure. There's a sack of potatoes in the basement of the manor. Go get it. Bring it here, okay? Got it. Get a move on then. الحمد لله انه شغلته بسيطة. والله انا اشوف اني اخطيت اني قلت له باي. في عندك عمل؟ طبعا المفروض ادخل هنا، راح يخليني هو. طب هذا هو القصر. طيب الحين عندنا البيت ذا نفتش فيه، وبنفس الوقت في زي اللي هو كيس بطاطس اعتقد على حسب كلام ذا.
راح نلاقي تحت جبنا له راح يعني نسوي له شغلة كده على السريع وراح كده زبطنا فيها. فخلونا ندور مدري إذا الجهة دي فيها وحوش ولا لا. ونشوف كده في كمان تحت زيادة. الله يستر أجل. طب من هنا ما يمدي ندخل بدك تكسرها. طيب والله ما أظن. طيب طيب خلاص باين لو بنلاقي الشيء المطلوب ان شاء الله راح نلاقيه هنا. ندور كذا هنا ما في شيء اخذه. لا ما اظن هنا. طه so where are the potatoes؟ اها لازم نحط المانه حقتنا. ايوه تعرف انا تقول لي وريني كذا. ايوه وذا يقول لي على هنا. حلو حلو. وانت عارف تقول لي انت قاعد تمشي بس. طب قول لي على فين. ايوه باين دحين على فوق وباين على فوق. هذا قاعد يشر على فين. ايوه وانت تشر على فين. لا واقف لي هنا انت. طيب حلوين ماشيين الى الان يعني بالسليم. خلاص المفروض انه هنا ولا مو؟ فين هم اختفوا فجأة؟ لسه كمان فيه. هنا؟ راح شرد على هنا. ايوه يهو بتطلعني انت من البيت. طيب تعرف فين؟ شايفينه؟ ايوه راح من هنا. ايوه لطيف هذا كله عشان كيس بطاطس بس. طيب لا ما اتفقنا كذا. هذولي الحمد لله صدتهم قبل ما يراوغوا. اش 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 هيا والله كنت سمعت صوت كم واحد كمان ومبين عليهم مسلمين. شايفين انت مسالم ولا شارجتك انت؟ خلينا نشوف كذا مهارة تقول على فين. والله ذا ما ادري ايش وضعه. خلونا نكون جاهزين. احنا على فين؟ ايوه اها هنا ستة مسالم. ابغى عليه مسالم ان شاء الله. Ah please friends don't take away my food. Your food? This is stolen. This sack was meant to go to the hungry. We are the hungry mister. Me and my family. I have five children to feed and nothing to feed them with. Oh, look, we'll starve to death without it. Have a heart. يا رب ما يخيروني. الغذاء المجاني متاح. انا ساخذ الكيس والله خيروني. والله صراحة ذاك قال اجيب الكيس فخلاص راح ناخذ الكيس صراحة. Sorry, but stealing's off limits. I'm returning this sack. Have mercy, sir. Please don't. Them's the rules, buddy. You stay here. طب خلاص حس ناخذنا الكيس خذه. بس اخذناه ونطلع من هنا. كيف ارجع هنا انا؟ ومن فين البيت؟ من هنا؟ ايوه اظن من هنا قرب لي. هو لسه باقي يعني ندور بالبيت. ساكن خلونا نرد اللي هو الكيس حق البطاطس للحارس ذا اللي هنا. نطلع من هنا. ايوه مداري بس خلونا بالبداية نروح للحارس ذا وندي له الكيس حقه. All done. Easy peasy. Great. Here's your pay. There was one minor issue, though. What? What issue? The sack was borrowed by one of your workers, but I tracked him down and got it back. You did good. But what are we gonna do about the thief? I'm sure your boss would want to know about it, but I can see you're pretty busy. Tell you what, I'll go talk to him for you. You're right. I'm needed here. Vera. Go see Mr. Graham Carpenter and report the incident. He's upstairs. ها في واحد كمان فوق لازم نكلمه. طب خلونا نستكشف كمان بالبيت ذا لسه ما استكشفت فيه تمام. هنا ما في شيء. لا ما في شيء هنا. طب اول خرجنا من هنا.
اعتقد احنا لازم نطلع على فوق. ما اظن في ادله هنا. خلاص خلونا نطلع على فوق. اوه لا اكيد مسلمين 100% يعني ما راح يسوي شيء. ولا الزعيم حقهم هنا بس فانه هنا. مكتوب ملاحظة عن الباب: لا تدع بروت ياخذ مفتاح الغرفة، لقد فقده مرتين في المنزل. طبعا المهارة هذي لازم نحطها. ايوه طبعا لازم اتبعه. حلو ايوه على فين دحين؟ على هنا معقول على تحت؟ طيب خلنا نتبعهم. طيب احنا من هنا اعتقد يمين من هنا. اوه هنا في شيء شوف كذا، بس والله ماني شايف اي حاجة. ها مفتاح ممكن؟ مفتاح لا 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 مفتاح. مع ان انا اول جيت هنا ما اظن جاني اي خيار انك تسوي شيء. ما ادري ممكن بالبداية لازم تطلع فوق وتجيب الاشياء دي اللي تتبعها. فانا الرجال ذا كمان يمشي على كرسي متحرك شايفين، عشان ممكن ينزل من هنا. فنشوف كذا، هذا هو خلنا نكلمه. ذا الكرسي حقه. طيب نبدا نشوف هذا ايه يا شيخ شيل الصورة يا شيخ، بس مش كذا لازم نشوفه. Now weren't you the one who called Robert an ape lover, Brutus؟ خذ حنكلمه. Brutus Carpenter, I presume. Yes, that's right. Did you bring me something to eat? I'm very hungry. No, sorry. Ah, well move on then. Bye. بس هو ذا اللي يسويه كذا؟ طب وراك في دليل الحبيب، مذكرات بروس. اوكي هذه المذكرات اللي قال لي روح جيبها. خلاص جبتها. تم ايجاد دليل رئيسي. بس البيت ذا 100% صار اخضر. والله ما صار اخضر. اظن دحين راح يصير اخضر ان شاء الله بعد الدليل ذا. This has been empty for years. Seems someone believes eternal life comes in a bottle. لا والله لسه هذه الصورة شفتها. يا هو بغرفتك في شيء ولا خلاص؟ ولا البندقية والله ما بدك تاخذها مرة. تمام خليني بس اشوف هذا. خلصت من كل الاسئلة. What you making, kid? اي والله خلاص هنا شفت هذه شفتها. خلاص خليني اطلع من هنا. ما ادري ممكن هنا في شيء اخير. اكلمهم؟ لا والله ما اظن. اعتقد الحين كله علي. بس خلينا نشوف ممكن قصر العقل. الا قصر العقل يسوي عنده شيء. انا مو كذا. يوه انت ما تيجي مع ذا وذا ما يجي مع ذا. والله ما ادري. خلاص خلونا دحين. اعتقد لازم ارجع للرجال هذاك. بس اعتقد باقي دليل واحد بس ونخلص البيت ذا 100%. اوه هنا في غرفة هنا ابدا ما جيتها. جدي الاخير هنا. مستر كاربنتر؟ Yes, Graham Carpenter. How can I help? One of your workers is a thief. Stole a sack of potatoes. Oh. I do hope my people haven't taken it into their own hands. Not yet. Is there a way to solve this peacefully? The guy has a hungry family. That's why he stole. I won't punish a man for trying to feed his family. Why didn't he simply ask me for more food? Tell him he can keep what he stole. If he needs more, let him come back. It may be that he'll need medicine too. Can you give him this? It's not much, but it'll help. طيب خلونا ناخذ الشيء ذا. No offense, but why such generosity all of a sudden? I mean this distribution of supplies. I hope to set an example for the other influential families of Oakmont. Together we can make our city a better place. Besides, after the incident with the poisoned fish, people were left with nothing to eat. I had to take action to prevent starvation. Thank you. خلاص خلاص خلونا نقول وداع. بس اظن دقيقة يا شباب، اظن الاسئلة لازم اسأله اياها كلها. Goodbye. شوف عنده شيء هنا.
رسالة من بوسطن. Yeah, you don't get these for staying in your foxhole. اوه هنا في شيء هنا بس خلينا نشوف المبدأ هذا. اوه هذا اللي على اليمين اللي قابلناه بداية اللعبة. اللي على اليمين ذا اللي قابلناه بداية اللعبة اللي ادانا ال Paris, December 1918. Right after the guns stopped firing. اللي ادانا الغرفة حقت الفندق بس خلينا نشوف هنا في شيء. ايوه قربت منه يا رجال. شيء ذا فين؟ اه دوب جاء دوب وجاء. شوف كذا. Forgive me, father, for I have sinned. تم ايجاد كل الادله الحمد لله اخيرا جبناها كلها ونحن نطلع من هنا. Yeah, you don't get these for staying in your foxhole. طب احنا اعتقد لازم نرجع للرجال هذاك. اللي كنا نتكلم اللي يقول في واحد انتحل شخصيته بس اعتقد كمان لازم اروح للي هو اللص حق البطاطس ودي له شيء يعني ذا الرجال ادانا حاجه فخلنا الحين نروح لللص ذا وندي له الشيء اللي ادانا اياه ذاك الرجال حاطط صوره على وجهه انا اللص ايوه هذا هو مي اجين يو كان ريلاكس Everything's been taken care of. The sack is yours. Oh, bless you, sir. My little ones will eat today because of you. Look, I talked to Carpenter about your situation. He said to come by whenever you've a need. He'll do right by your family. Really? I didn't know Mr. Carpenter was so generous. That family sure has changed. Thank you again, friend. You said the carpenters have changed. What were they like before? Hey, you can shoot straight with me. It's all right. We'll keep it between us. Worse. A lot worse. Criminals and murderers. Rumors are their boss, Brutus, defiled several women and got away scot-free. Oh, terrible. People called them a grand family. Their word is law in Oakmont, along with the Throgmortons and Blackwoods. Tread carefully with them. Hey, listen. I've got a surprise for you. A surprise? Okay. What is it? بعض الأدوية لك. أتمنى سيد كاربل لك دوام الصحة. أما عاد أقول له مفاجأة شوية أقول له أتمنى لك الصحة. Carpenter wanted me to give you this. Kay, bless him and his generosity. Please send him my thanks. طب خلاص هذا بقى خلاص خلصنا منه. وش اداني ده حقيقة اسعافات اظن. اوكي دحين اعتقد خلينا نشوف اللي هو قصر عقل فيه اشياء ونحاول نجمعها. شوف كذا والله اظن لسه في اشياء لازم اجمعها عشان اكمل الحل ذا عارفين كيف طيب احنا خلونا نشوف الكتيب اعتقد جاني شيء جديد طيب هنا عندنا يا شباب اللي هي اعتقد هو ادانا الرجال ذاك اللي كنا نكلمه بداية الحلقة قال لي روح جيب اللي هي المذكرة فجبناها ودحين كمان وقال لي الشيء الثاني اللي هو لازم اروح زي المحرقة فيها اعتقد واحد لازم نكلمه او شيء لازم نجيبه شيء زي كذا فمكتوب انها المحرق على طريق واين وشارع فيليبس جنوب منطقة اسمها ريد مدري اريد صراحة خلينا نشوف كذا انا الصراحة شباب يعني بعض الاحيان تشوفوا قرايتي يعني ما هي مرة عشان الشاشة شوية بعيدة عني والمايك قريب مني فصراحة انا يعني نظري مو مرة يعني عارفين كيف المسافات البعيدة ما اشوفها زين بالذات يعني خط اليد خط الكتاب يعني المكتوب فعشان كذا بعض الاحيان يعني ما اشوفه زين اعتقد هذه هي المنطقه انا بس اتاكد ايوه هذه هي المنطقه فيقول لي انها هنا هي المنطقه دي ابدا ما جيتها فاعتقد انها هنا خلونا بالبدايه بس اروح المنطقه دي بعدين ندور الشارع خلونا نشوف انا اقرب فاست ترافل عندي قدامي الحمد لله قريب مني خلونا نروح المنطقة المطلوبة اللي أبدا ما قد رحت أعتقد من يوم ما بدأت ألعب اللعبة دي
شايفين هذه هي. ايوه خلنا نقرب كذا ولا في اقرب؟ لا هذا اقرب شيء. طيب يا شباب انا عرفت المكان الحمد لله فين. طبعا هذه هي الجهة اللي نبغى نروحها احنا، هذه هي ريد هايتس. الشارع اللي كنت ادوره خلنا بس اوريكم. هو يقول لي المحرقة دي راح تلاقيها، راح تلاقي على الزاوية الطريق واين والشارع فيليس، مدري فيليبس. فهنا الجهة ذي صراحة طولت مرة وانا قاعد ادور، يعني من اول كنت بس قاعد ادور هنا. شايفين المنطقة دي مرة كبيرة، فالحمد لله طلعتها. هذا هو طريق واين وش اسمه طريق فيليبس، هذه هي. فهو اكيد انه هنا، قال لي على الزاوية، اعتقد انه هنا، ما ادري هنا او هنا. فخلص احنا هنا ذحين، خلونا نشيلها من هنا عشان اعتقد انها هنا. الحين خلونا نروح ان شاء الله هو المكان الصحيح ده. يو اعتقد انها هنا، مو معقول انها بالجهة دي. يعني خلاص احنا بالمكان، عارفين كيف؟ يعني نبغى نلاقي الشيء المطلوب راح نلاقيه حول اكيد. نشوف بحر فليتش هنا مرة، ما في. اوه هنا في بحر، والله هم قالوا لي ايش، خلينا بس اتاكد. اعتقد الحين يا شباب لازم نركب اللي هو القارب ها ونيجي على هنا، عشان هو يقول لي على زاويه طريق واين. طريق واين هذا هو، فممكن هنا ولا هنا ولا القطعه ذي اللي هنا. فباين باين لازم نركب القارب ذا الحين وناخذ يسار. يعني اللعبه ذي صراحه يا شباب، يعني الشيء الجميل فيها هو زي كذا، يعني تقعد تدور الحل وتلاقيه. صراحة من أكثر الألعاب اللي لازم صراحة يعني زي ما تقول ايش تشغل فيها مخك بزيادة عشان تقريبا تعرف الحل. المدخل من هنا، الله لا ما أظن من هنا. نجعل هنا نشوف. يو هذه مقبرة ولا مو؟ إلا إلا هذه مقبرة. ننزل كذا. هذه مقبرة يا شباب، أكيد إنها هنا. ننزل كذا شوف شكل هذه المحرقة. ممكن هي المحرقة، الحمد لله طلعناها. نشوف كذا هنا، لازم نفتش. ايوه لازم نفتش في المكان. بالبداية نبدأ بالطابق السفلي. والله والله ما مكان باين عليه خطير. خلنا نشوف مدري اسوي رصاص. حلو حلو. اسعافات طيب، الحمد لله ما ادري اسوي اسعافات قنابل. والله هذه ما ادري حقت هذه مضادات الدهان. كم رصاصة عندنا؟ والله كلها صراحة قليل. خلنا بس اعشقها كلها عشان على طول احسن. حاسس المكان ده صراحة ما يطمن. خلنا نحط المسدس ده بالبداية. هنا في اشياء. على تحت خلنا ناخذ الاشياء اللي هنا. الاشياء هذه جدا جدا مهمة. سجل محروقات الجثث. طب اخذناه خلاص. طيب يعني لسه لازم ندور كمان. خلنا نشوف الغرفة اللي بعدها. هي نفسها. شوف هنا ملاحظة على الباب. انا قمت باقفال وغادرت مبكرا اليوم. المفتاح موجود على الطاولة. بالمناسبة سمعت صباح هذا اليوم الوحش بالقرب من المقبرة، كن حذرا. الله يستر. طيب ايوه احنا اخذنا مفتاح. ايوه دوبو كان على الطاولة في شيء. اخذنا المفتاح. ولا استنش. لا يعني الحين في وحش بنواجهه. الله يستر يا رجال. والله الرصاص اللي معي مو مرة كثير. هذا مصعد ده ولا ايه؟ والله الله يستر. خليني اشوف بدنا نسوي رصاص زيادة الحين. بما اني اخذت لي كم شيء جديد. لك والله ولا شيء. هنا طه. هذه خلينا نشوف كذا. And judging by the dried blood and the dent on this shovel, it was used as a weapon. هذا باين استخدمه كسلاح. والله باين ذحين المنطقة دي الله يستر. يا هو ما ابغى اضيع رصاص خلاص. كم طلقة بس؟ لا. خلينا نحط ذا. كذا سمع اصوات. شوف هنا. Someone tried to wash the stain out, but it's still slimy. Ugh, it stinks. Ugh,
Reeks to high heaven. What is this stuff? بالله يقول لي هنا بس ما نشوف الدليلين هذا وبنمشي من هنا. إن شاء الله خلاص بس. طبعا شفت كل شيء هنا. أعتقد في حاجة هنا. Someone tried to wash the stain out, but it's still slimy. أعتقد خلاص. Stinks. هنا ما سوي شيء لا خلاص ما أظن. الحمد لله إنه هنا بس كده وخلاص بنمشي من هنا. هذه شفتها. خلاص إحنا أعتقد لازم نطلع لفوق ندور. هنا في شيء. بنزل الرسالة دي. اللي هنا طه. نجيت هنا. الله يستر. طبعا نزلت هنا متأكد فتشت وشفت كل شيء. ما أدري ممكن الجهة دي فوت فيها شيء. أوه هنا في حاجة. والله صندوق عادي بس. هنا هذه شفتها أيوة هذه شفتها. من هنا. Whoever held this poker has got to be covered in slime. ايش بك صوت غير؟ اها صدق ولا الشيء ذاك لازم اشوفه مع الجهتين. ايوه كذا خلاص شفناه شفنا كل شيء. الحين خلينا نشوف الهرجه كيف صارت. هذا اول دليل عندنا. خلينا نبدا نشوفه. I need to get out of here before he comes round. طيب بالبداية قال خلوني اخرج من هنا. اشوف هنا بين جو ضرب واحد. ما اعتقد رقم واحد اكيد مو رقم واحد. What by the angles is going on? Where am I? اوكي. لو انها كذا بس واضحة. بقي دليل كمان. اعتقد في شيء كمان لازم اشوفه. على فوق هنا. اوه والله في واحد هنا. Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. Let's get a handle on what actually happened here. والله الصراحة مع الأخيرة دي لخبطوني شوية. ما أعتقد إنه دي واحد صراحة. أعتقد بالبداية لما جاب يقوم. والله اللي تحت واضحة يعني واضحة كيف يعني تكون ورا بعض. هذه الأولى. I need to get out of here before he comes round. لا والله مو دي الأولى. أعتقد الأولى لما قام. أعتقد الأولى يا رجال لما جاب يقوم. فين هو؟ أيوه من هنا جاب يقوم. What by the angles is going on? Where am I? قام كذا ولقى هذا هنا وداله واحدة من ورا. طيب لما قتله جاء هنا وقال انا I have to get out of here. لازم اخرج من هنا. I need to get out of here before he comes round. طيب وخرج من هنا. ساكن هنا اللخبطة هذه صراحة ما ادري ايش هرجت هذه حقت ايش بالضبط. بس ان شاء الله انها اربعة. Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. لا والله غلط. اعتقد اجل هنا واحد. Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. اعتقد هنا واحد وهنا اعتقد اثنين. What by the angles is going on? ثلاثة. Where am I? وهنا أربعة. نشوف دحين. I need to get out of here before he comes round. Brutus was brought in by some group who had a deal with the crematorium worker. So Brutus woke up, knocked the guy out cold, and escaped. حلو خلاص حليناها. الحين اعتقد راح نعرف الحل الرئيسي شو هو. بس اجمعها. قلنا الغذية. وذي دحين نجمعها. والله اظن لسه باقي. يعني هو دبل لما يطلع الحل الرئيسي يكون في اكثر من حل. اظن لسه. الحين جمعنا كل شيء بس لكن دحين طلعنا شيء جديد هنا. طب يقول لي احتاج انا اتحدث الى جيمس. واحد اسمه جيمس الرجل الذي كان مناوبا عندما استيقظ بروس في المحرقة. بينه في واحد لازم اروح اكلمه. ايش بقول لك بعد تصير كذا. قلنا بس احط هذه بسرعة. طب فين راح الاقيه ذا؟
انا ما شفت اي واحد هنا. حدد موقع جيمس وتحدث معه. اظن هنا راح نلاقيه محرقة بالمقبرة دي ممكن. نشوف كذا. والله مرة ما نشوف احد. انا طلع لي علامة هنا انه في احد قريب ممكن. يمي طلع بالخريطة هنا بس لكن فوق طلعت لي. انا اروح كذا اشوف. هنا بدأ ندخل. من هنا مرة ما يمدي لادخل. والله الشخص ده ما ادري راح الاقيه. هذا مو هنا. خلاص خلاص ان شاء الله ما يصير الا راح الاقيه. بس ان شاء الله يا شباب راح نكمل الحلقة القادمة. كذا وصلنا نهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. اتمنى ان الحلقة نالت اعجابكم. اذا نالت اعجابكم ما تنسوا تضغط زر اللايك والسبسكرايب. وانا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله يا شباب. I'm out. Peace.